السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقوم اليوم فريق ون نيشن بتوزيع الدفايات والأغراض الشتاء للأسر الفقيرة والعائلات المنكوبة. نشكر ليستر على هذه الدفاية وعلى هذا العطاء الذي تقدم فيه لهذه العائلات. سارة طفلة جريحة ذات عيب خلقي، بترت قدمها من أحداث الاحتلال والقصف والغازات السامة. سارة تعاني من البرد وفي الشتاء. ايش بصير يا عمو في رجليك؟ رجلي بتصير تجاعي. ليش؟ من البرد. من البرد رجلك بتصير تجاعي. وقتاش انت وجعتك رجلك؟ في البرد. في البرد بس بتجعك يعني. نشكر ليستر على هذا العطاء وعلى هذه الخدمات التي يتقدم بها. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. شكرا لستر. نشكر ليستر على هذا التعاون الذي تعاون مع الشعب الفلسطيني، وبارك الله فيه، وإن شاء الله في ميزان حسناته، وربنا يدفي قلبه بالإيمان يا رب. نشكر أمة واحدة ليستر على هذا التعاون للشعب الفلسطيني.